موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب فتح المجيد، وما زلنا مع باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، ووصلنا فيه إلى قول الله عز وجل على لسان الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. الصنم هو ما كان منحوتا على صورة، له صورة وهيئة معينة ويعبد من دون الله عز وجل. والوثن أيضا هو يعبد من دون الله، لكنه ما كان موضوعا على غير ذلك، حجر أو شجر أو أي شيء آخر، لكن ما كان منحوتا تمثال على صورة ثم يعبد من دون الله عز وجل فهذا صنم، فهذا صنم. أما الوثن فليس على صورة، وكلاهما هو المعبود بالباطل الذي تصرف له العبادة من دون الله عز وجل. فالأوثان تشمل كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، الأصنام أخص، وهي ما كان منحوتا تمثال على صورة ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام، انتبه معي، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول: قلت وقد يسمى الصنم وثنا. الصنم قد يسمى وثنا، عشان كده قلت لك الأوثان أشمل وأعم من الأصنام، تشمل الأصنام وغيرها، تشمل ما كان موضوعا على صورة أو على غير صورة، وذلك كما في قوله تعالى: إنما على لسان إبراهيم مخاطبا قومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ومعلوم أنهم كانوا يعبدون أصناما منحوتة حجارة على صورة أشخاص، تابع معي، فكانت على صورة ومع ذلك سماها أوثانا. فدل هذا على أن الوثن وهو معبود بالباطل يعبد من دون الله عز وجل قد يكون صنما منحوتا على صورة، وقد يكون غير ذلك، وقد يكون غير ذلك. فإبراهيم عليه السلام، ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، نعم نعم، فالأصنام أوثان، كما أن القبور أوثان، يقصد القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، التي تصرف لها العبادة من دون الله تبارك وتعالى. ليس مطلق القبور أوثان، لا، إنما ما كان منها يعبد من دون الله عز وجل وتصرف له العبادة من دون الله رب العالمين، فهذه هي الأوثان. قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني من في جانب، اجنبني في جانب يعني بعيدا عنها مفاصلا لها، انتبه معي، عن عبادة الأصنام، باعد بيننا وبينها حتى تكون في جانب ونحن في جانب آخر، بيننا وبينها بعد المشرقين، انتبه معي. يدعو ربه عليه السلام أن يجنب وبنيه عبادة الأصنام. ومن إبراهيم عليه السلام؟ هو خليل الرحمن، هو إمام الحنيفية الذي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعني يتبع ملة إبراهيم، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، الذي بيّن الله عز وجل أنه ما كان من المشركين عليه السلام، أول من ناظر في التوحيد عليه السلام، انتبه معي، وقدم في سبيل دعوة التوحيد عليه السلام بدنه للنيران وماله للضيفان، انتبه معي، والقربان عليه السلام، وبذل كل ما في سبيل دعوة، ومع ذلك يدعو ربه
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر، ولذلك يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخشى من الشرك ويخاف على نفسه منه وعلى بنيه، وبنوه من؟ إسحاق ويعقوب، انتبه معي، أو إسحاق وإسماعيل، يعقوب بعده حفيده، وأنبياء جميعا، ومع ذلك يدعو ربه بهذا. انظر، فمن يأمن على نفسه حتى يخرج علينا دعاة الضلالة اليوم ويزعمون أن الأمة لن تقع في الشرك، لن تقع، ويأخذون بحديث ويتركون بقية الأدلة، ويتركون بقية الأدلة الدالة على وقوع الشرك، كما سيأتي هذا في الأبواب المتأخرة من الكتاب. انتبه معي، فإذا كان هذا حال إبراهيم عليه السلام، فكيف نأمن أو يأمن أمثالنا على نفسه من الشرك؟ انظر، وقد استجاب الله عز وجل دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. طبعا بنيه وجنبني وبنية تشمل الذكران والإناث، تشمل الذكران والإناث، يدعو أن يجنبه ويجنب بنيه جميعا عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك، نعم، في الآية التي بعدها كما في سورة إبراهيم، حيث قال الله عز على لسانه إبراهيم عليه السلام لما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني لأن يعني أضلوا كثيرا من الناس. وهذا والله انتبه معي من العجائب، نسأل الله السلامة والعافية، بلاء العظيم، أن كثيرا من النفوس البشرية انحطت عقولها وفطرها حتى هبطت بهم في الوحل، وحل الشرك، فصرفوا العبادة للأصنام والأحجار والأنعام، البقر كما في، صرفوها لغير الله عز وجل. انتبه معي، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فأنا خائف على نفسي من هذا. لذلك علاقة الآية بترجمة الكتاب الباب وطيدة واضحة، باب الخوف من الشرك. يقول لك: إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، وهو من هو؟ الخليل، وأول من ناظر في التوحيد، انتبه معي، قدم نفسه للنيران وماله للقربان والضيفان، وكل وولده للقربان وماله للضيفان، كل هذا في سبيل دعوات التوحيد، ومع ذلك يخاف على نفسه عليه السلام. فمن يأمن البلاء على نفسه؟ من يأمن الفتنة؟ انتبه معي، حتى تحذر على نفسك، تحذر وتجتنب كل الوسائل المفضية إلى الشرك، تعلم التوحيد، تتقن مسائله، وتدرس الشرك بأنواعه، علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وتأخذ بأسباب السلامة والنجاة ما استطعت إلى ذلك سبيلا لتسلم. انتبه معي، يخرج علينا بعضهم يقول: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال. لا، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه احاديث اخرى بالوقوع الشرك، وهذا ابراهيم عليه السلام، وهذا من قال هذا الكلام الذي تقولونه؟ لا اخاف على ان الشيطان ان يائس ان يعبد في، نعم، في عهد هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم كذا، لكن حديث اخر: لا تقوم الساعه حتى تعبد فئام من امتي الاوثان، وثالث، وكل هذه احاديث صحيحه، انه لا تقوم حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذو الخلص، صنم كانوا يعبدونه، يعودون الى عبادته ويطوفون، فتضطرب اليات النساء حوله ليطوفون به. وهذا ابراهيم عليه السلام، فلا بد من الجمع بين الادله، مش اخذ دليل وترك الاخر، وهذا ما وقع في الامه، وصرفت العباده لغير الله عز وجل من القبور وغيرها. انتبه معي، فانظر، إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، انتبه معي، ويبين السبب الذي يحمله على هذا الدعاء والخوف من الشرك: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، لقد أضلوا كثيرا من الخلق، انتبه معي، زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان وزخرف الشرك فوقعوا فيه، وهذا مشاهد معلوم من حال البشر، وأيضا في أمة الإسلام من قرون، انحرفوا في هذا الباب وصرفوا العبادة لغير الله عز وجل،
انتبه، ووجد من يزين الباطل ويزخرفه. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام هو بنيه الأنبياء، ويوصي بالتوحيد، وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد. انظر، طيب إبراهيم عليه السلام يوصي أبناءه وهم أنبياء ورسل، ويعقوب يوصي أبناءه على موته وهم أنبياء ورسل بالتوحيد، ويدعو رب أن يجنبه عبادة الأصنام خوفا من الشرك. ويأتي من يدعي أن الأمة والناس في مأمن من الشرك؟ أيكون الناس في مأمن من ذلك والخليل ليس في مأمن؟ لتروا بعد هؤلاء عن كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، والحق أبين في غاية الوضوح، أبين من أنس أهو في غاية الوضوح. يأتون الباب يفهمون الأدلة على غير وجهها ويأتون بأحاديث ضعيفة ومقطوع، ما هذا؟ تزويرا وتضليلا للخلق. نسأل الله أن يقي الأمة شرهم وأن يجنبها شر هؤلاء دعاة الضلال والزيغ والانحراف الذين يزينون الشرك والباطل. فانظر ويقول فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. انظر، نعم. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل. نعم والله، لأن لو كان على علم ويتلو كتاب الله ويتدبر آيات الله ويرى إمام الحنيفية عليه السلام يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه، فهل يأمن على نفسه؟ محال، فيأخذ بكل أسباب النجاة إلا إذا كان جاهل، لم يقرأ كتاب الله عز وجل ولم يتدبر آياته، أو مبتدع ضال زائغ أعمى الله بصيرته. هاي الأدلة ما فيش أوضح من كده، وينحرف عنها ويزيغ ويضل سواء السبيل، مع أن الأدلة أوضح من الشمس في رابعة النهار. انظر على وجوب الخوف من الشرك والأخذ بأسباب السلامة منه اتباعا للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله. نعم، ليخلص من العلم بالله، بتوحيد الله، بربوبية الله، بألوهية الله، بأسمائه وصفاته عز وجل. ما أنت مش هتنجو من الشرك والضلال والزيغ يعني بوجاهتك ولا بمالك أو يعني ذكائك. تعالوا أقول ذكي، كم أضل الشيطان من أذكياء وكم عبد غير الله من أصحاب الذكاء وانحرفوا. أمم بكاملها تعبد الأوثان، أمة تعبد البقر، مليار ونص بني آدم تعبد بقرا، وفيهم عالم الذرة وفيهم الطبيب البارع وفيهم المخترع وكل شيء. وما أغنت عنهم عقولهم ولا ذكاؤهم شيئا لما انحرفوا عن الوحي ولم يستجيبوا لله ورسوله. انتبه بقى، نور الوحي هو الذي يضيء لك الطريق، هو الذي يضيء لك الطريق. انتبه معي، فيقول فالذي يخلصه من العلم بالتوحيد، انما اتعلم واعي واثبت المسائل وادرسها، مش مجرد جري لا، مش وده رايناه. نسال الله السلامه والعافيه. كم من إنسان لم يجتهد في دراسة مسائل التوحيد ودراسة الردود على الشبهات التي يطرحها دعاة الضلال في تزيين الشرك والباطل، انتبه معي، لم يجتهد في هذا فلم يحصن نفسه
فانطلت عليه الشبهات. نرى الآن يعني أناسا ونرى هذا في زماننا انقلبوا من الضد إلى الضد. بعد إن كان يجلس ويدرس كتب التوحيد والعقيدة وكتب مش عارف الفقه في كذا، ثم هو الآن يقع في الشرك الأكبر ويدعو إليه عياذا بك اللهم. نكسوا على رؤوسهم، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوج العبد إلى الأخذ بأسباب النجاة من الصدق والتجرد والدعاء والعلم النافع والحذر الشديد من كل ما يفضي إلى الشرك من وسائله. انتبه معي، يقول: من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف بعد كده في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. انتبه معي، الحديث طبعا يقول: أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس، حدثنا ليس عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء، انتبه معي، الرياء حقيقته طلب الجاه والمنزلة، انتبه معي، عند الناس بالعبادات والطاعات. واحد يفعل القربات الطاعات من صلاة، ذكر، علم، طلب علم شرعي، حفظ قرآن، ولكنه لا يقصد بهذه العبادة وجه الله، إنما يقصد بها الجاه والحظوة عند الناس، أن يكون ذا منزلة عند الخلق، نسأل الله العفو والعافية. هذه حقيقة الرياء، مشتق من الرؤية، لذلك حريص على أن يراه الناس. وزي التسميع: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، جزاء من جنس العمل. انتبه معي، إنه يبقى عايز الناس تسمع بما يفعل، بإنه في القرآن، في طلب العلم كذا، إنه في الدعوة هو يطلب هذا. فرق بين من لا يطلب شيء من هذا ثم يثني عليه الناس هذا، وهو لا يطلب وليس هذا مطلبا له، ولا أثنى وذم وما هتفرقش معاه، فده ما إيه؟ عاجل بشرى المؤمن، لكن هو مطلبه هذا، يميل لهذا، نسأل الله العفو والعافية. انتبه معي، فده إذا كان في أصل العمل محبط للعمل، وإذا كان هذا هو المطلب الأصلي والكل له، فده شرك بالله عز وجل، ممكن شرك أكبر. انتبه معي، وإن كان في وصف العمل ليس في أصله، طلب العمل لله ثم طرأ عليه الشرك، فهذا شرك أصغر، ولو زاد وينقص من أجره بقدره، ولو زاد قد يحبط العمل، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال الرياء: يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عنده جزاء. حسن، انتبه معي، مش انت كنتم تراؤوا الناس؟ انت عندك أول سلاسة تستعر بهم النيران، انتبه معي، قارئ وشهيد ومنفق. حديث أوراق، حديث رهيب، احتاج الى وقفه وتامل، لكن انا اشير الى بس اشاره. اول ثلاثة: قارئ، قرا القران، يؤتى به، يعرف الله نعمه انه من عليه ورزقه الذاكره الحافظه، فحفظ كتاب الله، انتبه معي، واتقنه. ماذا علمت في هذه النعمه؟ قرات فيك القران يا رب. قل: بلى، قرأت، ولكن ليقال عنك قارئ، مش قرأت في الله. ماشي في الدنيا وتخدع، اخدع من شئت، لكن تخدع من تخدع رب العالمين الذي يعلم السر واخفى.
ولذلك قمة الحماقة والغباء والجهل، نسأل الله العفو والعافية، هذا الصنيع الرياء وغيره. ترائي الخلق، أما تعلم أن الله مطلع عليك، يعلم من طوت عليه نفسك؟ قمة الجهل بالله عز وجل، تخفي على من؟ الله جل جلاله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو أنك عرفت ربك بأسمائه وصفاته عز وجل، وأيقنت أنه العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الخبير الذي يعلم من طوت عليه النفوس وما استكن في الضمائر جل وعلا، وهذا العلم استقر في قلبك، ها؟ لما صنعت ذلك الصنيع، ولعالجت قلبك وأصلحت نيتك. ثم جهلك أيضا، لأن ماذا عند الناس؟ هب أنهم قربوك، هب أنهم عظموك، هل يغنوا عنك من الله شيئا؟ أبدا، لا يملكون لك شيئا والله، لا ضرا ولا نفعا. تبهوا عباد الله، ماذا يصنع الناس؟ ايه الجزاء اللي عند الخلق عشان ترائيهم بعملك؟ نسأل الله السلامة والعافية. انظروا، فالأمر قرأت لي وقال قارئ، أما قد قيل جروا على النار، يؤتى بالمحسن يعرف الله نعمه، أعطيتك المال و يا رب أنفقت فيك ما تركت سبيلا يقرب لك، لو أنفقت فيه كذبت، أنفقت ليقال محسن وجواد، أما قد قيل جروا إلى النار. انتبه معي، شهيد مات في المعركة، قاتل ومات، انظر أعمال كلها إيه؟ أجل الأعمال، بس في فساد في النية، في أصل النية، نسأل الله العفو والعافية. انظر، يعرف الله ما قاتلت فيك حتى كذبت، قاتلت ليقال شجاع، أما قد قيل جروا إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. ده أمر خطير، ذلك يؤتى العبد ياتي العبد يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة ينسفها ربي نسفا. فمراعاة إصلاح النية والانشغال بذلك والاجتهاد في تحقيق الإخلاص أمر في غاية الأهمية، لأنه لا منجى للعبد إلا بذلك، ولا توفيق إلا بذلك، ولا سلامة من الفتن إلا بذلك. كلما اجتهدت في الإخلاص والصدق مع الله والتجرد نجاك الله عز وجل ووفقك وسددك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجنبنا وإياكم الرياء، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره مما لا نعلمه. قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ده محمود قال المنذري ومحمود ابن لبيد الوراوي الحديث، رأى النبي، رأى النبي إيه؟ يبقى صحابي، من رأه مؤمنا ولو لحظة ولم يصح له منه سماع فيما أرى، يعني هو رأى لكن لم إيه؟ لم يسمع منه، لم يثبت له سماع. وده حاصل في كتير، رأى النبي مثلا في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت لهم سماع. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر، ابن عبد البر والحافظ وابن حجر، يعني رجحوا أنه له صحبة لكن لم يثبت له. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد. طب طالما له صحبة ولم يثبت له سماع، هتقول انت ايه؟ ها؟ يبقى كده الحديث ده ضعيف منقطع مرسل، ما هو اللي خده من النبي مش هو، ها؟ يقول لك مراسيل الصحابة ايه؟ صحيحة، طالما ثبت له صحبة يبقى ايه؟ يبقى خلاص ده مرسل صحابة. ولذلك أحاديث صغار الصحابة اللي خدوها ما بالتأكيد ما سمعوهاش، هم خدوها من غيرهم من الصحابة. ليه؟ لأن الطبقة اللي مش موجودة في السند طبقة صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات، وثقهم الله رب العالمين، مش محتاجين توثيق حد بخلاف من بعدهم رضوان الله عليه، عشان ده بيسمى مرسل للصحابة، بخلاف ما رويه التابعي عن النبي
وتسقط فيه ايه وخبالك الايه طبقة الصحابة هم يرفعوا التابعي خليك ادق لانه زي ما قال بعض العلم لو هو لو احنا متأكدين ان اللي ساقط في السند طبقة الصحابي هنقول الحديث صحيح لان الصحابة كلهم عدول وذلك الاصوب فيه الايه المرسل ما رفعه التابعي الى النبي لكن ما يقولش ما سقط منه الصحابي زي ما بعض الكتب في المصالح تقول لا لان انت لو متأكدين ان سقط منه الصحابي ما خلاص يبقى الحديث صحيح ما الصحابة عدول ثقات لكن احنا المشكلة فين ان ممكن اللي يكون خد من تابعي اخر ليس بايه بثقة في الحديث او ضعيف في الحديث لسوء حفظ او نحوها عشان كده ضعف المرسل على مذاهب ثلاثة التفاصيل اخرى يعني. طيب بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خليج مات تابع معي محمود سنة 96 وقيل سنة 97 ولو 99 سنة محمود بن لبيد قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك هذا من شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليه ولا وأمرهم به ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه وده موجود في الحديث الذي صح عند مسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن يحذرهم شر ما يعلمه له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ويحذرهم شر ما يعلمه له وبقية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضها فتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فتنة فيقول هذه ثم تنكشف فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه حديث صحيح مسلم حديث عظيم جدا وأتى بمقدمته فقط أمتكم هذه جعل عافيتها فين؟ في أولها الصحابة رضوان الله عليه لذلك في حديث آخر أو في أثر لا أذكره الآن انتبه معي لو فعل عشر من أتى بعدهم لهلكوا ومن بعدهم لو فعل عشر ما فعلوا هم لنجوا انظر إلى أنس ماذا كان يقول وتأخرت به الوفاة أنس بن مالك كان يقول إنكم لتعملون أعمالا لمن بعده هي في أعينكم أدق من الشعر حاجة خفيفة كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات ده بيخاطب من؟ آخر القرن الأول ما بالكم لو كان أنس بيننا ورأى أفعالنا وما يحدث يقولون أنتم تعملون أعمالا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات ترون شعر أدق من الشعر حاجة بسيطة وكان يخاطبهم يقول لو خرج فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم ما عرف منكم غير صلاتكم يا ما لو خرج فينا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف منا ايه انظر عشان كده بنقول الأزمنة المتأخرة أزمنة فتن تتذبح فيها الفتن فاجتهد في الأخذ بأسباب النجاة والسلامة من طلب علم من صدق وإخلاص أولا وطلب علم وحرص على مجالس الخير ومصاحبة الأبرار وتعاون على البر والتقوى والبعد عن مواطن الفتن والخلل وخبالك والقيل والقال والغيبة ابعد اصدق مع الله وركز في طلب العلم والدعوة إلى الله شركة إخوانك في الخير والنصح كلمة طيبة الاجتهاد على النفس الاجتهاد على القلب البحث عن الدسائس الخفية في القلب كما يقول ابن رجب معظم أسباب سوء الخاتمة من الدسائس الخفية في القلب
خذ بالأسباب اجتهد، وإذا وفقك الله عز وجل لطاعة وعمل صالح عض عليه بالناجزيك واثبت عليه، لا تدري لعل منيتك تأتيك وأنت على هذه الطاعة فتنجو وتفوز فوزا عظيما. إياك بأسباب، وده كلام بقى كتير محتاج مجالس مش مجلس نتكلم فيه عن خطورة الفتن وخطورة تتابعها على القلوب لا سيما في آخر الأزمان، ووجوب الأخذ بالبصائر في الفتن عشان تكمل. زي كم الإنسان بدا واجتهد وكان ما شاء الله علو ثم انقطع ليه؟ ابحث تجد في خلل، يا خلل ظاهر يا خلل باطن، يا خلل في النية والقلب، يا خلل ظاهر تقصير وبعد عن إخوانه، وإنما يأكل الذئب من الغنم أو رؤية نفس أو إعجاب عجب أو نسأل الله السلامة، يتعرض للفتن ومن استشرف لها خلاص زي الخطاف أخذته، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم سلم سلم يا رب. ماشي، وقال لك بقى فتجي الفتن فيرقق بعضها بعضها. يعني ايه يرقق بعضها بعضها؟ يعني تيجي فتنة تقول لا قل إن جود تبالك ينجو ويسلم تنكشف، تروح جاية بعدها ايه اشد منها. نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده توطن نفسك، علمك بتتابع الفتن في آخر الزمان ومعرفتك بصفات الفتن لأنها تأتي مزينة مزخرفة، تقبل فتن كده ايه مزخرفة ومزينة فتنجذب إليها النفوس المريضة والقلوب المريضة إلى آخره، نسأل الله العفو والعافية. فعلمك بالفتن وحقائقه وتعاطيك للبصائر في الفتن التي تبصر لك الطريق، تابع معي، كل هذا يعينك على السلامة مع الأخذ بالأسباب الأخرى. فانظر فتن بتتتابع، ما تطلبش رسول الله كده صلى أمتك ما يجعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور إيه تنكرونها كبير. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضها، تجيء فتنة يقول هذه مهلكتي تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه دي كانت بسيطة دي أشد بكثير ثم تنكشف. فمن أحب أن يدخل الجنة يزحزح عن النار ويدخل الجنة، تأتي من يطغى يؤمن بالله وإيه ها شوف الحتة دي بقى، يقتل الناس ما يحب أن يؤتى مكيال واحد مش موازين مختلة، إنصاف وعدل في أمورك، ضبط الأمور في كل شيء قولا وعملا، تحب للمسلمين ما تحب لنفسك وتكره منهم ما تكرهه من نفسك، أتزم بميزان واحد مش موازينك مختلة. ماشي حول الله. طيب يقول فإذا كان الشرك الأصغر، تابع معي، مخوفا على أصحاب رسول الله، مش خافه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أخوف ما أخاف عليه ده مين؟ الصحابة اللي خد بالك بقى مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، تابع معي، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون. لوين ربوبية ده مش ما يعرفون، ده يدعون إلى ذلك، يدعون إلى ذلك، يقول لك طالما أقر إن الله هو الخالق والرازق مهما يقول مدد ومهما يذبح لغير الله ما إيه ما أشراكش،
لا يا جماعة، يقول لك شرط، هذا كلام أسمعه ومن أكابر القوم، شيخ الفلاح صاحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله نعم، يقول لك كان يبقى شرك لو اعتقد فيه أنه يخلق. هل بيعتقد في الحسين أنه يخلق أو يرزق؟ هل يعتقد في البدوي أنه يخلق أو يرزق أو كذا أو كذا؟ لا. طيب إزاي يكون شرك؟ يا سلام. وهل كان مشرك العرب يعتقدون في أصنامهم أنها تخلق أو ترزق؟ ألم يقروا بصريح العبارة أن خالقهم هو الله، وأن خلق السماوات والأرض والله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ها؟ ألم يصرحوا بأن هذه العبادة ليقربوهم إلى الله؟ ما قالوش عشان خلقوا ولا عشان رزقوا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إيه؟ يبقى إزاي يعني؟ من قال لكم هذا؟ متى ثبت أن هذا الأمر عبادة صرفه لغير الله شرك أكبر؟ ويأتي أحدهم سسمعوا بالأمس ولا من يومين، يقول لك شرك، هل هو لما يسجد للحسين سجدتين أو يركع له؟ يا سلام، والعبادة الصلاة بس؟ ها؟ يا رجل ده الحديث صريح، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يا راجل، هي العبادة محصورة في أن يسجد سجدتين ويركع ركعتين؟ ما هذا؟ صلى الله عليه وسلم والعافية. والله فمصداق مش بس علماء مصر انه ايه انه جاي، لا ده بيسوغوا الشرك والضلال للناس. عشان كده ما احوجنا الى دراسة التوحيد يا حضرات، والله فهم المسائل والادلة. ماشي. طيب، لا يعرفون. طيب، وما عرفوا معنى الالهية التي نفتها كلمة الاخلاص عن كل ما سوى الله. ركز، احنا قلنا مرارا وياتي معنى لا اله الا الله، ها، لها ركنان، ايه هما؟ نفي واثبات. لا يتم توحيدك الا بالايه؟ بالركنين. طب المشكله فين؟ المشكله اليوم هي في الركن الثاني. تعرف كده؟ كل الجهود المبذوله عالميا من شياطين الانس والجن كلها يريد منك انه يحذف الركن، تحذف الركن التاني ده من عندك، البراءة من الشرك. انني براء مما تعبدون من دون الله الا الذي فطرني، ده ما ينفعش ابقى براء منكم. انك انت ما تنكرش على حد وكلهم ناس مؤمنة بس كل واحد بيعبد بطريقته، مش ده اللي بيكلموه النهاردة؟ وحدة الاديان والمساواة بين الاديان والملل. ما هو ده ايه؟ ده معناه انك تلغي بقى ايه؟ ركن البراءة من الشرك. اعبد الله ماشي، بس ده بيسجد بقى لصاله، ده بيذبح مش عارف ايه، ده بيدعو غيره، ده بيشرك بالله، ده بيقول بالتسليم، مالكش دعوه. ومين قال لك يا الجنه حكر عليك انت؟ ويطلع واحد يقول لك اذا كان اخبالك اذا كنا نحن مؤمنين فهم مؤمنون بوجه اخر. يوسف القرضاوي مؤمنون بوجه اخر، قال وجه اللي مؤمنين به دي بقى كترت خالص دلوقتي، دعوة دي بقى كترت، وده المطلوب. لك انت تمالك يا اخي، خليك في نفسك، كلهم على صح، كل ده ايه؟ ما دي الزندقه والباطنيه اللي اراد نشرها في بلاد الاسلام اليوم، تصحيح مذاهب الكفر. يقول لك كله يا اخي بيعبد الله، بس كل واحد بيعبد على طريقته، على طريقته. عبادة الله لا تكون الا بما شرع. ركزوا، ما تقولوش خلاص، ما تاخدش كلمه، لازم تفهم معنى العباره. فنسال الله السلامه والعافيه. واخرج ابو يعلى وابن المنذر عن حذيفه بن اليمان عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الشرك اخفى من دبيب النمل. قال ابو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك الا ما عبد من دون الله او ما دعي مع الله؟ قال: فكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وإن كان إسناده ضعيف لكن أصله الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، لو الشرك الأصغر يعني، تقول أعطاني فلان، لولا فلان وأقبلك ما إيه، لولا الله وفلان ما حدث كذا،
لو ما تقولش بقى لولا الله ثم او لولا ان سبب الله فلانا، ده شرك اصغر في اللفظ كما سيأتي. ماشي، انا اقول لولا فلان لا قتلني فلان، لا لولا ان الله سبب فلانا لي لقتلني فلان. وياتي هذا في باب في اخر الكتاب توضح فيها العباره بتاعتك، تقول حاجه اسمها لولا كذا، لولا الكلب لسرق البيت، لا لولا ان سبب الله. خدت بالك انت ازاي؟ لولا فلان لحصل، لا لولا ان سبب الله لي فلانا. ما ده لفظ وانا مش قاصد. ما هي بتيجي ازاي؟ ما هي بتبدا صغيره ثم، عشان كده الشرك الاصغر هو ايه؟ ما كان وسيله للشرك الاكبر، ذريعه مفضيه اليه، لازم نمنع منها عشان ما نوصلش كده. طيب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، ونديده يعني ايه؟ مثله وشبيهه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الله لا شبيه له، ولا ند له، ولا عدل له، ولا كفء له. الرحمن هل تعلم له ايه؟ سمية. ليس هناك من يساميه، لانه احد، احد في ربوبيته عز وجل، احد في الوهيته، احد في اسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، له الكمال المطلق من كل وجه، وما دونه فمخلوقات فقيرة عاجزة مفتقرة إليه أيا كانت. انتبه معي، قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه، والدعاء إيه؟ هو العبادة، يسأله، يستغيث به، يذبح له، يصرف له أية عبادة، دخل النار، نسأل الله، مات على الشرك، وتزيد قيدا بعد إقامة الحجة عليه. كانت تنضبط المسألة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك في النونية، هذا كلام في نونيته، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم، يعني هذا القسم، ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، محبة الشركية اللي هي المحبة مع الله، زي ما ربنا قال في القرآن، ها قال ايه؟ يحبونه ايه؟ كحب، والذين امنوا اشد حبا، فيساوون بين الله وبين اندادهم في الحب، وهذا هو الحب الشركي مع الله. اما الحب في الله فعبادة، حب الايماني ان تحب الله لذاته وحده، ثم تحب ما يحبه الله من اجله تبارك وتعالى، تحب في الله وتبغض في الله. اما محبه مع الله هذا شرك، لشرك المحبه، هذا هو شرك المحبه. ماشي، واعلم ان اتخاذ الند على قسمين، اتخاذ الند عليه قسمين، اولا ان يجعله لله شريكا في انواع العباده او بعضها كما تقدم، وده شرك ايه؟ اكبر، وهذا شرك اكبر. الثاني بقى ما كان من نوع الشرك الاصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ولولا الله وانت، ده شرك ايه؟ اصغر. امال يقول ايه؟ لا، ما شاء الله وحده عز وجل، ماشي، ايوه انت لك مشيئه بس بعد مشيئه الله وتحتها، وما تشاؤون الا يشاء الله، لكن ما تجيبش الوقت تخليها مساويه لمشيئه الله وارادات، لا، انتبه معي، ولولا الله ثم انت، ثم انت، بلاش اختران وتساؤل، ما ينفعش، ولو في اللفظ شرك اصغر. وكيسير الرياء، الرياء بسيط منه شرك اصغر. طيب لو الرياء كان بقى في اصل العباده يبقى شرك اكبر، العباده كامله لغير الله، يطلب بها غير الله، يصل للشرك الاكبر عياذا بك اللهم. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله ايه؟ وحده. رواه احمد وابن ابي شيبه والبخاري في الادب المفرد والنسائي وابن ماجه
وقد تقدم حكم في باب فضل التوحيد، وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي. ركز معايا، دعوة غير الله في الدعاء الشركي أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تدعو غائبا أو ميتا. إذا أول حاجة أول ضابط تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا إيه؟ إلا الله. ده كده بإيه؟ ها؟ ده بمعنى. وبعدين يقول لك أصل النبي يا راجل صلى الله عليه وسلم. طيب في بدر الصحابة استغاثوا بالنبي؟ ها؟ تستغيثون إيه؟ ربكم. ده كان أشدهم استغاثة بالله من؟ ومع أن النبي حاضر ومعهم، لأن الأمر النصر لا يقدر عليه إلا من؟ إن ينصركم الله فلا. هل طلبوه من النبي؟ تجي أنت بقى بعد ما تقول أصل النبي يا راجل، يا راجل الحق بين بين. ده أشد الناس دعاء واستغاثة الأنبياء والرسل بالله عز وجل. وانت تقول لي وهم احياء حي بين اظهرهم، ما استغاثوا به باستغاثوا بربهم، وهو صلى الله عليه وسلم اعظمهم استغاثه بالله. ناموا هو لم ينم، عمال يدعو ربه، والرسول ابو بكر يقول له او لا اله الا الله، وانت تقول لي وهو حي، لان الامر لا يقدر عليه الا الله ينصركم الله وما النصر الا، يبقى لا يطلب بقى اهو بين اهو القران بين. انظر الى ضلال اهل الضلال وتحريفهم للكلم عن مواضع. في اظهر من ذلك او من غائب ولو كان يقدر عليه. يعني تطلب واحد غائب ما غير موجود وتقول له اعمل لي كذا، حتى لو هي كذا دي اعطيني هذا كده، ده كده ايه؟ شرك اكبر، لانه لا يطلب من الغائب شيء. ايوه لو قدامك موجود وتسأله شيء يقدر عليه خلاص يا عم مفيش مشكله، اديني الكتاب ده اسقيني شرط الميه ماشي. لكن غائب وتطلب منه شرك اكبر، ميت شرك اكبر، طلبت من الميت شرك اكبر. خلاص لا يملك ضوء. هيجي بقى يقول لك بقى دي شو برد لكم عليها بقى المره الجايه بقى تاني بقى واحنا ماشيين. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم حي فوق ماشي، أبردك على سيدي يحتاج درس وحدية، درس كامل فيها وازاي ان حياته حياة برزخية صلى الله عليه وسلم مش حياة ها؟ وردك على من أوجهها كلها. من الصحابة ما طلبوش منه لا بعد ما اتصاص ما عملوش معاه كده زي ما انت بتقول. ايوه حياة برزخية اعظم من حياة الشهداء. وبعدين لو كان حي حياة زي الحياة الحقيقية ويعلم هيجي يوم القيامة إنهم من أمتي يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أنا عارف أهو يقول بعدا بعدا صحقا صحقا، وغيره من الأدلة الواضحة واضحة، بس إحنا ما بنذاكرش. يا نسوة رسول الله الواحد أصلا ده عمل لي شبهة، شبهة اللي عملها لك أنت بس. إحنا عايزين نجتهد نعرف مسائل التوحيد ونتقنها عشان ننجو، عشان يمن الله علينا بالثبات والنجاة. التوحيد ده أعظم قضية في الدين. طيب خلصنا من الموضوع. طيب يا مش يا جماعة، وهو الذي يقول اهو فطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله، ما يجوز طلب الشفاعة من الأموات بل ولا من الأحياء إلا في الشفاعة الإيه؟ اللي هي الإيه؟ اللي يقدر عليها، مش شفاعة يوم القيامة وشفاعة، لا تقول اللهم شفعني شفع نبيك فيه. اما الشفاعه اللي هي التخفيف في امر يقدر عليه يتوسط لك في مساله مباحه منضبطه بضوابط الشرع، خدت بالك؟ انما ايه؟ اشفعه تؤجره ماشي يا عم هاي. اما ميت ممنوعه في امر من امور الجاك، لا يرضى لا بد تطلب من الله عز وجل شفاعه في يوم القيامه كلها تطلب من الله. انتبه معي، في من لاقى الله بالاخلاص تقوله
فإنها ملك الله تعالى وبيده، ليس بيد غيري منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى بالله. نعم، إذاك في شفاعة مشروعة بشروطها، في شفاعة مثبتة في القرآن وفي شفاعة منفية. مشكلة هؤلاء أنه خلطوا بين المنفي والمثبت، وقاسوا ما لا يجوز على ما يجوز. يجي في الاستغاثة من الحي فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لآخره، ويجي يقيس لك طب ده حي وحي وأمر يقدر عليه، يقيس بقى الاستغاثة بالميت، يبقى ده أول فارق، وفيما لا يقدر عليه. يا راجل ده في فارق هنا، ده قياس فاسد، قياس فاسد. فلازم تفرق بين الشفاعة الشركية والشفاعة المشروعة، دي لها شروط، ودي انك تطلبها منه وفيما يقدر عليه الله عز وجل. طيب، هو التوحيد من أهل الكبائر كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقياه يشرك به شيئا دخل النار. قلنا ضرب برضو القيد بعد إقامة الايه؟ الحجة عليه. طيب، جابر هو ابن عبد الله ابن عم ابن حرام من مهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو أبوه لأبي مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94. من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي أي لم يتخذ معه شريكا لا في الإلهية ولا في الربوبية لا في الخلق ولا في العبادة. شوف الكلام الدقيق بتاع العلماء، ما قالش في الخلق بس وسكت، لا، لا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة، هو ده الكلام. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، اللي هو مات على التوحيد، إما يدخل الجنة ابتداء. ده مين بقى؟ نسيته، ده الباب كنا لسه واخدينه قبل ده. من حقق التوحيد دخل الجنة، اللي حقق التوحيد تحقق. ما هو شوف، ما هو انتوا وما انت لو بتذاكروا باب بتمسك الكتاب عشان من... انا الامور هتثبت، وهتعرفوا تدعوا للتوحيد، وهتعرفوا تردوا على الشبهات، وتبقى دعاء الى الله على بصيره. اللي يدخل ابتداء اللي حقق التوحيد، يعني ايه؟ صرف العباده لله، تبرأ من الشرك الاكبر والاصغر، تجنب المعصيه والبدع، لا يخش الجنه ابتداء. في بقى منهم اللي يخشوا ايه؟ من غير سابقه حساب ولا عذاب، اللي هم 70,000 واللي مع كلها 70,000 اللي شرحناهم برضو بالتفصيل في الحديث السابقة. فاكرين ولا نسيتوا؟ لسه كان وراي. وفي اللي بس حسب ايه؟ العرض، لان من نوقش الحساب عذب. حديث العرض بس، دول يخشوا الجنة. طيب، نقص من توحيد، يعني عشان بقول لك ايه؟ لابد له من دخول الجنة. شوف العبارة دي ايه؟ هتشمل نوعين. نوع يدخل الجنة ابتداء اللي هو حقق التوحيد، خلاص ربنا يرزقنا ذلك بلا، خلاص على طول نسأل الله ذلك. ونوع يدخل الجنة بعد أن يدخل النار أو أن يعفو الله عنه، ده برضو قسم تاني، عنده ذنوب بس يعفو الله عنه ابتداء، ده بقى برحمة الله، نسأل الله رحمته وأن يعاملنا بلطفه ورحمته وبفضله لا بعدله. احنا بغير رحمة الله ما فيش حاجة، ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، صلى الله عليه وسلم. ركز يا عباد الله، فانظر، واللي معاهم بقى أصل التوحيد وفي بقى ذنوب ما خرجوش عن أصل التوحيد أو شرك أصغر ولم يعفو الله ابتداء، يدخل النار، ينقى ويطهر، لكنه لا يخلد فين؟ إنما يخرج بينها. يبقى كده كده مقاله للجنة، طالما معاه أصل التوحيد مقاله إلى الجنة. طب انا اكتفي بهذا القدر، كان المفروض ناخد درس الفقه، يبدو بعد ذلك ان احنا هنحدد وقت الفقه نبدا بيه، لان الكلام في التوحيد ايه، ايوه مش عارفين نطرق ولا نخرج من انواره وحلاوته. ونسال الله ان يجعلنا واياكم من دعاة التوحيد، وان يفهمنا واياكم، فبيخلينا ايه الوقت ايه، نسال الله ان يعلمنا واياكم فهمنا واياكم. لكن ان شاء الله حتى بعد كده، هو صعب على نفسي اقدم الفقه على العقيده، لكن مفيش مانع ان احنا بقى للمصلحه ناخد درس الفقه بوقت محدد، ناخد اربع احاديث كل مره ما نزيدش، بوقت محدد عشان ايه؟ النهارده كنت اكلمكم في القنوت، احاديث القنوت واحكام القنوت، لكن طبعا الا كنتوا عايزين تقعدوا بقى تكملوا الليله مش اشكال ان شاء الله. خدت بالك؟ مفيش مشكله.
عايزين تقعدوا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.